هذا سؤال من امرأة تقول: هناك بعض الناس يأتون برجل ظاهره الصلاح لكنه يخبرهم بأمور خاصة بهم لا يعلمها إلا هم، ويقال بأنه يستعين بجن مسلمين. هذا مشعوذ، هذا مشعوذ ودجال، ولا يجوز الاستعانة بالجن، لا المسلمين ولا غيرهم، ما يجوز الاستعانة بالجن والغائبين والأموات، إنما يستعان بالحي الحاضر القادر على إعانتك، أما الغائب أما الميت فلا يستعان به. نعم. ثم تقول حفظك الله: وهل يجب التبليغ عن هذا؟ نعم، لا يجوز لكم أنكم تمكنون من مجالسكم، ولا يجوز لكم تسكتون عنه، إذا كان هناك جهة تأخذ على يده بلغوا عنه. نعم.